ايش اشهر انواع اللي ممكن تفيدكم انتم كميكاترونكس مش كمختبرات؟ احنا بالمختبر بنقدر نعمل اشياء معينه، بس كسنسر لو بدي انا اشتري سنسر ايش اشهر الاشياء في تفاصيل التمبرشر؟ ثيرمستر. الثيرمستر عندنا الار تي دي اللي هو الريزستنس تمبرشر ديتكتور، مبني على اساس هذول التنين مبنيين على اساس التغير في درجه المقاومه بتغير درجه الحراره. الار تي دي عاده معدن بيكون، ثيرمستر عاده بيكون سيمي كوندكتور. النوع الثالث ثيرموكابل. في ترانزستور سيمي كوندكتور ماتيريالز. وفي عندنا مثلا شيء زي ال ام 34، بس هذا محدود درجه حرارته محدوده عاده من هون. في عندنا كمان كونتاكت تيست ميثودز، هاي نقطه مهمه. كيف شفنا احنا الكونتاكت تيست هون ايش هي؟ باي راديشن. هلا ممكن يكون عندنا تطبيق، انا ما بعرف، عندي اوتونوماس كار والسياره هاي بدها تطلع تقيس درجه السطح قبل ما توصل له، قبل ما تعمل له عشان يكون على راديشن، بس الراديشن طبعا مكلف اكثر، مبني على اساس انه يكون عندي نون كونتاكت الانفراد او الراديشن اللي طالع من الجسم، وفي عندي سنسر والسنسر بيعمل لها ديتكشن. خلينا نركز اول شيء على هدول، ناخذ هدول الثلاثه. هذا محدود، ما راح ادرسه بتفصيل اكثر، محدود ال ام 35 لازم محدود ل 100 درجه او شيء حتى اقل من هيك 70 درجه، وعباره عن سيمي كوندكتور ديفايس. بيجي ثلاث اجرين، لها ثلاث اجرين تشبه الترانزستور. في حد عمره شافها؟ بتوصل ل 135 بتوصل زي هيك؟ تمام، بس محدوده بالنسبه لهدول. طبعا اذا عندك تطبيق بسيط بدك بس تقيس درجه حراره الغرفه وهذا اتس اوكي. هلا اللي بيعطيني اعلى درجات الحراره هاي تمبرتشرز عاده، طبعا الراديشن اعلى بكثير، بقدر اجيب اعلى بكثير، بس الانكيورسي بتزيد. هون بصير عندي الكوست هاي كوست بالراديشن اللي هي كونتاكت تيست مثلا. ميزة طبعا انها احد الميزات الرئيسيه انها كونتاكت تيست، بس الكوست بصير هاي. بدي اعمل تصحيح، اذا متذكرين اللي اخذ ترانزيت بدي اعمل تصحيح على ايش؟ على الاميسيفيتي. اذا لازم اعمل تصحيح على الاميسيفيتي تبعت الجسم، سطح الجسم، وحتى لازم اعمل تصحيح على الرينج، لان كل ما كان الجسم ابعد عندي او اقرب راح ياثر هذا على الرينج. متذكرين اللي بالترانسديوسرز الفصل هذا حسبنا البعد عن الشمس والهاي، متذكرين؟ اذا هذا الاوبشن انا ما شفت كثير سنسرز متوفره بسهوله انك تعطي تجيب سنسر وتركبه انت في، مش بهالسهوله، بس انا متاكد انه موجودين. ممكن تروح تفتش على سنسر يعطيك يقيس درجه الحراره كونتاكت ليستي على مبدا الراديشن من هون. الكوست هاي، وفي عندنا مشاكل بالاكيورسي، وبدنا نعمل تصحيحات كثير على الاميسيفيتي والرينج. عادة معظم التطبيقات الصناعية رح تستخدم واحد من هدول. هلا هون عندي الرينج محدود، درجة الحرارة أقل من أو تساوي، هلا بيقولوا هم 300 بس أنا ما أظن إنها تتجاوز ال 250. 250 درجة مئوية. 250 260 هلا بعض كتب بتقول 300، هذا يعني أشك بهذا الرينج تقريبا محدودة. وميزتها إنها فيري كومباكت، الثيرمستر حجمه صغير جدا بإمكاني أحطه، ولذلك بنستعمله وين؟ وين أحد تطبيقاته المشهورة؟ في الموتورز، في المحركات، داخل المحركات عاده بكون عندنا مجموعه من الثيرمسترز بيس، وبعدين بدي بدي سيركت تقيس. هلا درجات الحراره اللي اعلى بدنا نستخدم الار تي دي او الثيرموكابل. عندي هون هون هاي تمبرتشرز ممكن اوصل، هلا انا اللي شفته 1650، في بعض الكتب بتقول لحد 3000، بس يعني بحدود ال 1650 ل 2000 درجه مئويه، تعتبر درجه حراره عاليه. الثيرموكابل مور كومباكت، حجمه اصغر من الار تي دي ومور ريزيلينت. ايش يعني ريزيلينت او روبست؟ بتحمل روبست ريزيلينت، لكن الاكيورسي هون اعلى، هذا بعطيني الهايست اكيورسي. هذا هون كومباكت، كومباكت حجمه اصغر من الار تي دي، ولذلك لانه حجمه اصغر من الار تي دي التايم كونستنت تبع الثيرموكابل اقل من التايم كونستنت تبع الار تي دي. وين مهمة التايم كونستنت؟ انتم بتعرفوا بالسيستم داينامكس. فهون عندي الثيرموكابل اللي بقدر اجيبه مور كومباكت وحجمه اصغر، باخذ وقت اقل للحرارة حتى تنتقل، فالتايم كونستنت تبعه اقل من الار تي دي. لكن الار تي دي من اهم ميزات الار تي دي اللي بقدر اعطيني هاي اكيورسي، لكن الرينج تبع درجة الحرارة انا اللي شفته بحدود ال 1000. هلا زي ما حكيت في ناس بعطي ارقام اعلى من هيك، بس تقريبا التمبرتشر رينج تبعه بحدود ال 1000 ديجري سلسيوس. Okay.